بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما يليقان بأمير الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع درس من دروس اللغة العربية المقررة علينا في الفصل الدراسي الأول. أسأل الله لكم التوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان الدرس: الجملة الفعلية، الفعل الماضي، الجزء الأول. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يحدد أركان الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل الماضي تحديدا صحيحا. يستخدم الفعل الماضي مع الفاعل المفرد والمثنى والجمع استخداما سليما. أعزائي الطلاب، انظروا معي إلى هذين البيتين الجميلين واقرأوا معي الجملة الأولى: الشمس مشرقة. بماذا بدأت هذه الجملة؟ أحسنتم، بدأت باسم، إذن هي جملة اسمية. مما تتكون الجملة الاسمية وما أركانها؟ رائعون، لها ركنان أساسيان هما المبتدأ والخبر. انظروا إلى البيت الثاني طلابي الأعزاء، من يقرأ الجملة معي؟ أحسنتم، قرأ خالد كتابا. بماذا بدأت هذه الجملة؟ أحسنتم، بدأت بفعل، إذن هي جملة فعلية. ما نوع الفعل؟ وما أركان الجملة الفعلية؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم. درسنا اليوم هو الجملة الفعلية. هيا معا في رحلة جديدة مع الفعل الماضي أحبابي وأبنائي. والآن استمع معي يا عزيزي الطالب إلى قراءة هذه الفقرة. وقفت عصفورتان عند النافذة تبحثان عن طعام. شاهد خالد العصفورتين فقال لإخوته: ما رأيكم أن نقدم الطعام والشراب للعصافير؟ فقال الجميع: فكرة جميلة. اتفق الإخوة على أن يتعاونوا في وضع الحب والماء صباح كل يوم، فإذا وقفت العصافير عند النوافذ أكلت وشربت. ما الفكرة التي اقترحها خالد لمساعدة العصافير؟ أحسنتم، تقديم الطعام والشراب للعصافير. وعلى ما يدل ذلك طلابي؟ رائعون، يدل على الرحمة والعطف والإحساس بالآخرين، وكذلك أيضا طلابي يدل على الرفق بالحيوان. يا ترى ما نوع هذه الكلمات في هذه الفقرة؟ وقفت، شاهد، فقال، اتفق. هل هي أسماء أم أفعال؟ نعم، أحسنتم، هي أفعال،
وذلك لأنها دلت على حدث وقع بالماضي. متى وقفت العصفورتان عند النافذة؟ ومتى شاهد خالد العصفورتين؟ ومتى قال لإخوته؟ الآن؟ بالطبع لا. لماذا يا أستاذي؟ لأنها أفعال حدثت وانتهت، إذن هي أفعال ماضية. فالفعل الماضي هو كل ما دل على حدث وقع في الماضي. والأمثلة كثيرة ومتعددة. بعيدا عن هذه الفقرة، جلس محمد على الكرسي، صلى المسلمون صلاة الصبح، حفظ أحمد القرآن، كلها أفعال ماضية. لماذا؟ لأنها دلت على حدث وقع في الماضي. أحسنتم. هيا بنا عزيزي الطالب، استخرج الفعل الماضي في المثالين الأول والثاني. شاهد خالد العصفورتين، وشاهدت فاطمة العصفورتين. أحسنتم. الفعل الماضي هو شاهد وشاهدت. وأين الفاعل طلابي الأعزاء؟ كما ترون أمامكم، الذي شاهد العصفورتين هو خالد. ومن الذي شاهدت العصفورتين؟ أحسنتم، فاطمة. إذن ماذا نستنتج طلابي الأعزاء؟ جاء الفعل في المثال الأول في حالة الإفراد مع التذكير، وذلك لأن الفاعل مذكر وهو خالد. أما في المثال الثاني فقد جاء الفعل في حالة الإفراد، لكن لحقته تاء التأنيث الساكنة. فقد جاء الفعل هنا في حالة الإفراد، نعم، لكن لحقته كما ترون تاء التأنيث الساكنة. ما السبب في ذلك؟ لأن الفاعل مفرد مؤنث وهو فاطمة. إذن نستنتج أن الفعل يوافق الفاعل في حالة الإفراد، التذكير والتأنيث. بينما إذا نظرنا طلابي إلى المثالين الثالث والرابع، وقف عصفوران عند النافذة، وقفت عصفورتان عند النافذة، فماذا نجد طلابي الأعزاء؟ أين الفعل في المثالين؟ وقف وقفت. وأين فاعلهما؟ رائعون. في المثال الثالث كان مثنى مذكرا، وفي الرابع كان مثنى مؤنثا. أحسنتم، كما ترون طلابي الأعزاء أمامكم. هنا سؤال، هل دل الفعل على المثنى في المثالين؟ أحسنتم، لا، ظل مفردا. إذن نستنتج طلابي أن الفعل يلزم صيغة الإفراد إذا كان فاعله مثنى ويوافق التذكير والتأنيث. والآن دعونا ننظر في المثالين الخامس والسادس. كرم المعلمون الطلاب، كرمت المعلمات الطالبات. نرى في المثال الخامس أن الفاعل جاء جمعا مذكرا كما ترون أمامكم. الفعل في المثال الأول كرم، أين الفاعل؟ المعلمون، وهو جمع مذكر. وفي المثال الثاني جاء الفاعل جمعا مؤنثا وهو المعلمات. ماذا نجد هنا في المثالين طلابي الأعزاء؟ ظل الفعل على ما هو عليه، في حالة الإفراد لم يتغير بتغير الفاعل ولكن ظل مفردا، وأيضا وافق الفعل الفاعل في حالة التأنيث والتذكير. إذن
نستنتج طلابي الأعزاء أن الفعل يلزم حالة الإفراد إذا كان الفاعل مفرداً أو مثنى أو جمعاً ويوافق الفاعل في حالة التذكير والتأنيث. اقرأ القاعدة معاً. الجملة الفعلية هي كل جملة تبدأ بفعل وتتكون من ركنين أساسيين كما ذكرنا سابقاً الفعل والفاعل، مثل حضر خالد. الفعل الماضي هو كل ما دل على حدث وقع في الماضي قبل وقت الكلام، مثل وقف، قال، ذهب، قرأ، ويكون مبنياً دائماً، أي الفعل. حركة آخره أيضاً لا تتغير. ومن علامات بناء الفعل الماضي الفتحة. الفاعل هو الاسم، هو الاسم الذي يقوم بالفعل ويأتي بعده في الجملة ويكون مرفوعاً دائماً. ومن علامات رفع الفاعل الضمة. ذكرنا أيضاً موافقة الفعل الماضي لفاعله، يوافق الفعل الماضي فاعله في التذكير والتأنيث، فتأتي تاء التأنيث في آخره إذا كان فاعله مؤنثاً، مثل حضر خالد، حضرت فاطمة. يلزم الفعل الماضي حالة واحدة كما ذكرنا، إذا كان فاعله اسماً ظاهراً مفرداً أو مثنى أو جمعاً، مثل جلس الطالب، جلس الطالبان، جلس الطلاب، جلست الطالبة، جلست الطالبتان، جلست الطالبات. فترون جميعاً طلابي أن الفعل لزم حالة واحدة. الجملة الفعلية، الفعل الماضي. الأعزاء افتحوا كتابكم المدرسي الصفحة 25 ولنقرأ معا هذا التدريب. ضع دائرة حول الفعل الماضي وخطا تحت الفاعل فيما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أين الفعل هنا طلابي الأعزاء؟ أحسنتم، قال. ومن الذي قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله؟ لقمان. أحسنتم طلابي الأعزاء. سأترك لكم المثالين باء وجيم لتقوموا بإجابتهما وتقوموا بإرسالهما إلي حتى نتمكن من القاعدة وتثبت لدينا. المثال الرابع، أين الفعل طلابي الأعزاء؟ مرت. ومن الذي مرت؟ سيارة الإسعاف. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. نلاحظ طلابي في هذا المثال الفاعل أتى مؤنثا ولذلك وافق الفعل الفاعل ولحقته تاء التأنيث. وأيضا هناك فعل آخر في المثال وهو دعا كما أمامكم. وأين الفاعل طلابي الأعزاء؟ من الذي دعا للمريض بالشفاء؟ سعيد. أحسنتم وجزاكم الله خيرا طلابي الأعزاء. ماذا تعلمنا اليوم طلابي الأعزاء؟ الفعل الماضي
هو كل ما دل على حدث وقع في الماضي، مثل جلس، جلست. يوافق الفعل الماضي فاعله في التذكير والتأنيث. والأمثلة كثيرة ومتعددة. سمعت نورة الأذان. سمع محمد الأذان. أيضا تعلمنا أن الفعل يلزم حالة واحدة وهي الإفراد، إذا كان فاعله اسما ظاهرا، مفردا كان أم مثنى أم جمعا. والأمثلة كما أمامكم: صلى الولد في المسجد. أيضا لزم الفعل حالة الإفراد في المثال الثاني: صلى الولدان في المسجد وصلى الأولاد في المسجد.